السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم معايا من جديد. اليوم الوصفه ديالنا عتكون عباره على بريوات الدجاج ولكن على الطريقه الشماليه التطوانيه، نزولا تحت طلب العديد من الاخوات هما اللي طلبوا هذه البريوات. هادو كاين بزاف ديال البريوات بالدجاج بحشوات مختلفه، ولكن هادو على الطريقه التطوانيه الشماليه. كنتمنى ينالوا اعجابكم، وكنتمنى ان شاء الله تطبقوهم، تخلوا لي اقتراحاتكم. بقوا معايا مع المقادير وطريقه التحضير، ووصفه ناجحه 100%. بالنسبه للمقادير معروفين بزاف وتقليديا، كنحتاج هنايا تقريبا 1.25 كيلو او 2.5 كيلو دجاج، يعني شريت جوج جدادات صغارين، كيلو من البصل، ومن الاحسن يكون بصل بلدي ولا بصل حمراء لانها كتذوب ما كتبقاش واقفه. وبالنسبه للتوابل كنحتاج هنايا كما كتلاحظوا معلقه صغيره من القرفه، ماشي عامره، تقريبا نص معلقه ديال القرفه، واللي كيبغي المذاق يزيد كثر معلقه صغيره من الفلفل الاسود الابزار، معلقه صغيره من الخرقوم او الكركم، معلقه كبيره من الملح، رشه جوزه، معلقه كبيره من السمن، ومعلقه صغيره من الزنجبيل بودره. بالنسبه للخرقوم انا هنا عندي الخرقوم بلدي، عليها ما كنستعملش الزعفران يعني ملون غذائي. اذا كان عندكم الزعفران شعره حر عملوه لانه كيعطي لذه مزيونه للبريوات. وغنحتاج تقريبا 800 حبات البيض، وتقريبا ثلث كاس عنبه من خليط زيت الزيتون الزيت نباتيه، يعني كاس العنبه ماشي عامر، نص قبطة المعدنوس ما يعادل كأس العنبة يعني مقطع بهذه الطريقة، هذا مقصص. وغنحتاج طبعا الورقة، تقريبا احتاجت كيلو الورقة، وطبعا بعد عنده شوية الزبدة والزيت اللي عندها بها الورقة. بالنسبة للبيطات هي المقادير ديما كنا كنعملو 10 البيطات في 2 كيلو الجداد، ولكن انا استعملت غير 8 باش ما كتجيش فيهم ديك الزفرة ديال البيطات. اول حاجة هنا غنخلط المكونات كاملة مع بعضيتها، غنعمل زيت في الطنجره ديالي، ومن بعد غنبقى نجمع المكونات كامله، غنضيف الدجاج. كما كتلاحظوا غنضيف هنايا الدجاج، وبالنسبه للكميه غير محدوده، بامكانكم تعملوا اكثر اذا بغيتوا اكثر. انا استعملت 2.25 كيلو تقريبا البصل، وكما قلت لكم في الاول يستحسن يكون بصل بلدي ولا بصل احمر لانه ما كيبقاش يوقف في وسط البريوات من المعدنوس. انا غنخليكم طبعا المقادير مضبوطه في صندوق الوصف. معلقه كبيره من السمن، كاين بزاف اخوات اللي كيعملوا بزاف، بالنسبه للتطوانيين كيعملوا تقريبا 3 معالق السمن بحال كيجيو فيهم السمن بزاف، واللي ما كيعجبوش السمن بامكانه يبدل بالزبده. غنضيف هنا التوابل كامله اللي ذكرت، والملح طبعا حتى هو كيبقى اختياري، بغيتو تزيدو شويه تزيدو على حسب الملوحه اللي كتبغيو نتوما. كاين اللي كيعجبو الحاجه شويه ناقصه ملاح، كاين اللي كيعجبو الحاجه مالحه. وغنعمل واحد الرشه ديال الجوزه. صراحه البريوات حنا معروفين عندنا في الشمال من قديم الزمن، يعني بريوات اصليين تقليديين كنعملوهم في الافراح ديالنا وفي المناسبات. غنحرك هاد العناصر كامله مع بعضيتها في الطنجره، ومن بعد عاد غنعملو فوق النار باش كيتقلاو مزيان. سمحوا لي تعطلت ما نزلتش الموالح، يعني الصراحه ظروف العمل وصافي. انا وعدتكم غنزلكم الموالح كامله قبل ما يجي ان شاء الله شهر رمضان، الله يدخلوا علينا بالسعاده والرزيق وباش ما كتمنوا كاملين. وكنرحب بالاخوات والاخوه الجدد اللي التحقوا بالقناه ديالي، مرحبا بكم من كل انحاء العالم، كنرحب بكم وقناتكم. بالنسبه كما لاحظتوا عملت الطنجره فوق النار وخليتها تشحر مزيان حتى نزلت ديك البصله وتعلكت. ودابا غنمرقها، ما تعملوش الماء بزاف كنصحكم، من الاحسن نعملوا كاس د العنبه فقط باش ملي كديرونا الجداد ما كيبقى لناش الماء بزاف داك البصل، باش ما كيجيش المرق كما كنقولوا حنا ميصين، خصنا المرق يجي عاقد باش يخلينا داك ليغو اولا داك المذاق التوابل والبصله. غنغطي الطنجره ديالي وغنخليها حتى طيب. بالنسبه للطنجره يبقى يمكنكم تعملوا الطنجره عاديه ماشي ضروري الكوكوط، انا غير غطيتها وخليتها نص ساعه، ومن بعد ما شاء الله الجداد كما كتلاحظوا هانتوما دابوا طابوا، ضروري نخليهم يطيبوا مزيان لان ماشي فحال الجداد محمر خصهم يبقاو واقفين، هادو خصهم يطيبوا لان غنفرتتوهم ونزولوا منهم العطام. كما كتلاحظوا دابا غنصفي الجداد من المرق
يعني غنزول الدجاج، لاحظتوا كيف طابو مزيان، انا كنوري لكم باش تعرفوا كيفاش خصهم يكونوا طايبين. وضروري البصله نحتفظوا بها في القاع ديال الطنجره، لان هي اللي غنخليوها من بعد نخلطوها مع البيضات. غنستمر بهذه العمليه حتى نزول هاد الجداد كاملين ونصفيهم من المرق. وكما كتلاحظوا خليت هنايا البصله، ها هي دابت ما بقاتش واقفه، بعد البصله كتبقى باينه في وسط البريوه كبيره معزفه. من الاحسن البصله ديالنا تذوب باش كتجي البريوه لذيذه وكتجي رطبه من الداخل. بالنسبه للبيضات انا الاضافات اللي كنعمل انا شخصيه، ولكن نتوما كيبقى الاختيار ليكم، ما كنعملوش هيدا، كيعجبني نضيف لهم شويه من التوابل، يعني ربع ملعقه صغيره من الخرقوم والابزار والقرفه والملح، ربع ملعقه صغيره باش كنزول لهم داك الزفر هذا البيض. وكاين الناس اللي كيعملوهم هيدا وكيخلطوهم في المرق، انا سبحان الله كيعجبني نعمل لهم هاد الملاحظه هذه، وانتم كيبقى لكم اختيار، ما بغيتوش تزيدوها ما تزيدوهاش. دابا ملي حركت البيضات غنضيفهم مباشره على هاد المريقات اللي كتشوفوا في الطنجره، وغنخليهم يعقدوا مزيان. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كتعرفوا اللهجه ديالي، وكنتمنى ان شاء الله نكون كنشرح مزيان وكنوصلكم الوصفه كما هي باش تصدق لكم. وما شاء الله بزاف البنات جربوا الوصفات ديالي ونجحت لهم، كنشكركم على الثقه ديالكم في وصفاتي. المهم هنا كما كتلاحظوا كنبقى نحرك حتى كيعقد داك البيض وكينشفنا مره من الماء، اللي كيبدا يخرج داك الماء خفيف عرف بان البيضات طابوا لنا وكنعملوهم يقطروا. دابا هنا باقي خصني نزيد له شويه تقريبا شي 5 دقائق حتى كيعقد البيض. كما لاحظتوا هذه هي هذا هو الشكل النهائي للبيضات ومع البصل ملي طابوا عقدوا. دابا كنعملوا يتصفى، هادو الجداد ديالي عنقم بالتنقيه ديالهم، يعني كنزول العظام كنخلي غير الهبره. كما كتلاحظوا هنايا نقيت الجداد كاملين، زولت لهم العظام، وما كانش جديده ولا شي عظيمات صغارين كنزولوهم. والبصل والبيضات قطروا مزيان من الماء، ها هما كتلاحظوا الماء اللي نزل منهم. دابا عنقم خلط البيض مع الدجاج بهذا الشكل هذا، وبالاشاره بزاف الاخوات اللي عايشين في اسبانيا ما كيتقنوش اللغه العربيه وطلبوا مني نعمل لهم فيديو خاص باللغه الاسبانيه. كنحاول ما امكن نبقى نزوج الفيديوهات، واحد باللغه العربيه وواحد باللغه الاسبانيه ان شاء الله. هذه عندي الورقه طبعا كنقطع شرائح طويله، الورقه المعتمده اللي ذكرت عده مرات واللي قلتكم في الفيديو. انتم كتلاحظوا بزاف الناس قال لك لا حقا ملي كنعملها في المجمد ما كتبقاش مزيانه، الحمد لله كتشوفوا كلشي بعينكم، ها هي خرجت من المجمد. وشحال دابا من نزلت الفيديو تقريبا واحد 15 يوم وبقى كما هي. دابا غنقوم بلف البريوات ديالي بهذا الشكل هذا بطريقه جد بسيطه وسهله. وبالنسبه للمبتدئات انا غنوري لكم واحده اخرى بالعرض البطيء باش تعرفوا كيفاش تلووا البريوه، ضروري نزيروها باش الحشوه ديالنا ما كتخرجش على برا. انا ما بغيتش نجري الفيديو باش تبقى الصوره واضحه. كندهنوا شويه الورقه ديالنا شويه الزبده والزيت غير من فوق ماشي كامله، كلمة تقريبا معلقه كبيره من الحشوه. انا عملت بريوات كبارين، بغيتو تعملوهم صغارين كيبقى الاختيار ليكم. وكنقلف وكنجر من عندي باش كتجينا البريوه ماسكه ومزيره كما كتلاحظوا. كنتكي على الجوانب ديالها واللي كيبقى كنحشي في وسط اخرى، وكتجي على شكل ظرف وكتجي البريوه مزيره ومعوطه ومتوله. البريوه مقرطصه كنقولوا حنا التيتوانيين، البريوه خاصها تكون مقرطصه. المهم هيدا غنستمر حتى نكمل جميع البريوات ديالي ان شاء الله. انا من معكم الثالثه كما قلت لكم، كنلوي وكنجبد من عندي باش كتجي بريوه مجبده بهذا الشكل هذا. والباقي كندهنوا بشويه الزبده والزيت وكنعملوا لداخل على شكل ظرف. ودابا غنستمر ان شاء الله نكمل البريوات اللي عندي كاملين، ونتلاقاو على البريوات اللي حصلت عليهم. هادو هما البريوات اللي حصلت عليهم، خرجت لي الكميه 60 حبه، بريوه كبيره يعني ماشي صغيره. ها نتوما كتلاحظوا هنا 60 حبه، انا بديت كنعملو في اكياس الغذائيه باش نعملو في المجمد. هادو الاكياس الصغيره تقادوا لي وشريت اخرين، هادو غنخليهم هما اللي غنطيبهم باش نصوروا لكم وتشوفوا كيف كيجيو مقرمشينو من الداخل. دابا ان شاء الله هاد البلاستيك غذائي شريتهم ايكيا، ديك الجوله اللي مشيت لايكيا اللي عملتكم البارح، كيجيو فيه جوج، واحد فيه جوج يترونوس وواحد كيجي فيه يترونوس، كيجيو فيه جوج الالوان في البياض وفي الرمادي، يعني واحد البلاستيكه كبيره واحده كتجي صغيره.
صراحة محكم الإغلاق وما كيتفتحوا لنا شي في المجمد. غنستمر بهاد العملية حتى نعمر البريوات ديالي كاملين في هاد البلاستيك الغذائي، وغنحتفظ بهم في المجمد إن شاء الله حتى شهر رمضان، ونبقى نجبد الكمية اللي بغيت أنا نطيبة، جوج ثلاثة أربعة على حسب عدد الأسرة. وهادو هما البريوات الدجاج الأصليين التطوانيين التقليديين الشماليين. كنتمنى ينالوا إرضاكم، وما تنساوش السبسكرايب. إلى اللقاء مع وصفة جديدة إن شاء الله.